إذا تقوم الجماعة بالإحداث وتقديم خدمات التجهيز اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية. عندنا توزيع النقل والكهرباء، نقص الشرب والكهرباء، عندنا النقل العمومي الحضري، عندنا الإنارة العمومية، تطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها. عندنا السير والجولان وتشوير الطرق ووقوف العربات، حفظ الصحة، نقل المرضى والجرحى، نقل الأموات والدفن، إحداث وصيانة المقابر. هذا كلها مواضيع يمكن أن يترفع عليها إذا لقيت شي خلل في التدبير ديالها داخل المنطقة اللي كنسكن فيها. كذلك الأسواق الجماعية، معارض الصناعة التقليدية وتسمين المنتوج المحلي، أماكن بيع الحبوب، محطات الطرقية لنقل المسافرين، محطات الاستراحة، إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة، مراكز التخييم والاصطياد. كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتسليم المرافق التالية: أسواق البيع بالجملة، المجازر والذبح ونقل اللحوم، أسواق بيع السلع. بمعنى هذه المجالات كلها ولا هذه المحاور كلها يعني تدبرها الجماعات المحلية. بطبيعة الحال أنا كجمعية ولا كمواطن إذا لقيت مثلا شي إشكال أو شي خلل في التدبير، من حقي أنا نكون شريك فعال وأساسي في هذه العملية من خلال إعداد العرائض، كذلك إحداث دور الشباب، إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال، إحداث مراكز نسوية، دور العمل الخيري والعجزة، مراكز اجتماعية الإيواء، مراكز الترفيه، المركبات الثقافية، المكتبات الجماعية، المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية. معنا مجالات متعددة اللي ممكن أن فعلا نحدث فيها عريضة. إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية، المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجان والمحافظة على البيئة، تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقانون الأمني المجال ديال الأعمال، تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفوف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة، صيانة مدارس التعليم الأساسي، صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة، صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمراكز الجماعة والمجال الحضري، بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية، التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية. معنا مجالات كما كتلاحظوا متعددة ومتشعبة. هذه المجالات اللي تم استقاؤها من هذا الدليل اللي هو العرائض حاليا. كاين الان موقع حاليا كاين الان موقع هذا الموقع هذه البوابه الوطنيه المشاركه المواطنيه هي مجال ان فعلا ممكن انك تبيع عريضه الكترونيه، لكن هذه الاغلبيه كاين عرائض وطنيه على موجهه رئيس الحكومه او رئيس البرلمان. هما كاين هاد العرائض، يعني كاين عرائض الكترونيه لان حتى فين كتدخل هنا كتبغي يعني تختار او تعدى كتعطيك جوج اختيارات: رئيس الحكومه ولا رئيس مجلس النواب. معنى كتكون عرائض وطنيه. العرائض الوطنيه بطبيعه الحال راه عندها المجال ديالها، خص يكون واحد الموضوع وطني. انا غادي نعطيكم نموذج العريضه كتهضر المناصفه وقدمت هذه العريضه، غادي نتكلموا عليها ان شاء الله من بعد القوس. فبالتالي هذه البوابه هذه كتعطيك مجال انك تخدم العرائض على المستوى الوطني. اما العرائض على المستوى الاقليمي او الجهوي مازالت عرائض يعني بشكل ورقي.